جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. فسروا لنا الآيات من سورة آل عمران، من قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تفسير هذه الآيات واضح من ألفاظها الكريمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من السعة وعظم الخلقة وما فيهما من المخلوقات، السماء الكواكب وما فيها من الآيات العظيمة والعالم العلوي، والأرض وما فيها من النباتات والجبال والأشجار والأودية واختلاف التربة، كل ذلك من آيات الله، أي من العلامات على قدرته سبحانه وتعالى وربوبيته سبحانه وتعالى. واختلاف الليل والنهار، يذهب هذا ويأتي هذا ويطول هذا ويقصر هذا، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، إذ لو شاء لجعل الليل دائما ويتضرر الناس، أو يجعل النهار دائما فيتضرر الناس، فجعل الله الليل والنهار يتعاقبان من أجل مصالح الناس، هذا لراحتهم وسكونهم وهذا لحركتهم وعملهم. والتفكر في خلق السماوات والأرض من العبادة، التفكر في آيات الله والتدبر في آيات الله المقروءة والتفكر فيها، وكذلك في آيات الله الكونية، هذا من العبادة، لأنه يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، ويبعث على خشيته ومحبته وطاعته والخوف منه سبحانه وتعالى.